السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي قناة حديقتي، أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الجديد. بعض المشتريات التي اقتنيناها من المواقع الإلكترونية المتخصصة ببيع مجموعة من المنتوجات سنفتحها معكم في هذا الفيديو، فتابعونا ولا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على الجرس وترك تعليقكم لكي نجيب عليه، وتفاعلوا معنا بالمشاركة لننشر المزيد عبر قناة حديقتي إن شاء الله. على بركة الله، بسم الله. أول ما وصل هو هذه السلاحف الصغيرة للديكور، ثلاث سلاحف صغيرة الحجم من الديكور، من هذا هو حجمها، من هذه هي السلاحف الصغيرة وهذا هو حجمها، هي السلاحف للديكور تضعها في الأكواريوم مع الأسماك أو للزينة في بيوت السلاحف، سواء البرمائية أو السلاحف البرية أو السلاحف المائية التي سنتحدث في أحد الفيديوهات إن شاء الله حول السلاحف، الفرق بين السلاحف البرية والسلاحف البرمائية والسلاحف المائية. العلبة الثانية، ندعوكم دائما إلى التفاعل مع القناة عبر الاشتراك وكذلك تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد عبر قناة حديقتي. الثاني هو هذه المشربية، هذه المشربية الخاصة بالزواحف كالسلاحف والأجوانات وكذلك الضب والسحليات إلى آخره والهامستر أيضا. إذن هذه مشربية جميلة خاصة بالزواحف، مشربية رائعة. نفتح علبة أخرى. طبعا حديقتي تتوفر على مجموعة من الحيوانات، سنقوم إن شاء الله بوضع فيديوهات عنها، فيديوهات عن السناجب وتربيتها، كذلك فيديو عن الهامستر وتربيته والتعامل معه، أيضا فيديوهات عن السلاحف. هذه علبة جديدة أيضا. إن هذا مجس للحرارة، يتم به التعرف على حرارة الأقفاص، كذلك حرارة المياه، حرارة الأكواريوم، ويعمل بشكل إلكتروني، تضعه خارج الأكواريوم، هذا المجس داخل الأكواريوم.
هذا منزل للطيور، منزل صغير طبعا للزينة أو للسكن لطيور صغيرة جدا، وكذلك للهامستر. الهامستر قد يستطيع الدخول إليه والبقاء فيه لصغاره، إن هذا المنزل هو صغير ليس منزل كبير. ندعوكم دائما الى الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد وتفعيل الجرس، ولا تنسوا ترك تعليقاتكم. هذه صدفيات لتزيين الاكواريوم، هذه باللون الرمادي وهذه باللون الابيض، هذه صدفيات بيضاء وهذه لون رمادي. هذه أعشاب صناعية للزينة لتزيين الأكواريوم، أعشاب يتم وضعها في الأكواريوم للزينة، أعشاب جميلة. هذه أيضا مشربية وأداة صحن للطعام، ممكن تقدم فيه الطعام للسلاحف أو الهامستر. صحن جميل لتقديم الطعام للسلاحف. هذه فقاسة طبيعية صناعية فقاسة لفقس البيض، فيها محرار يضبط درجة الحرارة. درجة الحرارة الواجب توفرها داخل العلبة الخاصة بفقس البيض، تتوفر على حوالي 12 مكان لوضع البيض. فقاسة جميلة. يس، هذه العلبة.
لنا هذه علب أو صناديق خاصة بتزيين حوض الأكواريوم. الصناديق جميلة لتزيين هذا الحوض كما تشاهدون. وهذه عبارة عن جسر كما قلت لكم. جميلة بينما هاتي هي سبق أن اشترينا مثلها في الفيديو السابق التي نشرناه لكم. شكرا، نتمنى أن يكون الفيديو قد أعجبكم. هذه المقتنيات الجديدة من موقع علي إكسبريس بالصين، ونتمنى أن ينال إعجابكم. إلى فيديو لاحق إن شاء الله.